أكد وزير الإعلام البحريني عيسى بن عبد الرحمن الحمادي أن هذا الحادث يزيدنا إصرارا على مواصلة دورنا في قوات التحالف التي تقودها السعودية. إصرارا وتمسكا بموقفنا الثابت والراسخ في مملكة البحرين بأننا جزء من هذا المكون الخليجي والعربي، وبادرنا استجابة لدعوة الرئيس الشرعي باليمن لهذا التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. كان قرارا حكيما عندما اتخذ من قبل القيادة للقيام بالواجب. رسالة يجب أن تصل للعالم جميعا بأن جيوش الدول الخليج العربي لم تنشأ من أجل الاستعراضات، وإنما من أجل التضحية، وما قدمه اليوم جنودنا من تضحيات سواء الجنود البحرينيين البواسل أو الإماراتيين أو حتى الأشقاء السعوديين واللي